أنا خلصت هاي الجداول، أنت شو صار معك؟ امبارح عملته للمرة. شو أديتي؟ أنت ما عندك اجتماع؟ لا، بدي داوم بمكتب المدام ديف. أنا رح ضل عندك كم يوم. وشو السبب؟ لأنه المدير ما رح يكون موجود، عنده شغل ومسافر برا البلد، وصحة المدام ديف مو منيحة هالفترة. شو بهالمدام ديف؟ أكيد تعبت، ما عم تاخد دواها على الموعد. دائما بذكرها، بس باليومين الماضيين ما تذكرت بالمرة، نسيتها. معقول انساها هيك أنا؟ أديتي رح ضل معك أعتني فيها. إيه؟ نانديني طولي بالك، المدام ديف هلأ صارت منيحة. أديتي شو صاير بالضبط؟ يا جماعة أنا بترجاكم لا تشغلوا بالكم، مدام نانديني لا تخافي، المدام ديف صارت منيحة هلأ، وهي طلبت إني أشتغل عندها بس هالكم يوم مشان سلية مو أكتر، صدقوني. خلاص أنتوا رجعوا كملوا شغلكم هلأ، وما تشغلوا بالكم بالمرة، بوعدكم إني رح دير بالي عليها كتير منيح. رؤي نانديني، كلام أديتي مزبوط، هي رح تنتبه عليها. أنتي لا تدخلي لعندها، رح تتضايق من أسئلتك الكتيرة، بس توصل على البيت منتصل فيها ومنطمن عليها. مين رايح على البيت؟ ليش ما حدا خبرني وكأني ما لي علاقة؟ ناوري لازم خبر المدام ديف باللي صار هون. يعني شو بدك تخبرها؟ فهم شو اللي صاير ناوري وبعدين احكي بالأول. أنا قصدي مين اللي رايح على البيت؟ ناوري، المدام ديف تعبانة وهي اللي لازم تروح على البيت. أديتي إذا احتجتي شي خبريني. أكيد بخبرك.